مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من انفاس سبور. حلقه اليوم غادي نخصوها للحديث على مشاركه المنتخب الوطني لكره القدم داخل القاعه في المونديال. وللحديث اكثر على الموضوع يحضر معنا المحلل الرياضي بدر الغماري. سي بدر، مرحبا بك معنا. شكرا نهاد، شكرا مشاهدينا الكرام. مرحبا بك وشكرا على تلبيه الدعوه. مرحبا، شكرا. سي بدر، اليوم غادي نتحدثوا على المنتخب المغربي للفوتسال. الرحله ديالو توقفت امام منتخب البرازيل بعد الخساره في الدور ربع النهائي. الى سولتك على اداء المنتخب امام منتخب البرازيل اللي هو بطل العالم 5 مرات، كيفاش كتشوف الاداء ديالو؟ كيفاش كانت مباراته؟ المباراة ديال الفريق الوطني يعني حاول ينافس بالامكانيات اللي كانوا عنده. حنا عارفين الاكراهات اللي كانوا عند الفريق وعند المدرب. الهدف اللي دخل في الاول يعني اثر على المقابله، جعل ان الفريق الوطني غادي يحاول يبحث على الهدف، وكان الفريق البرازيلي يعني كيركز على الدفاع وعلى واحد يعني التركيز التكتيكي اللي كان فايتنا شي شويه. كنظن حنا حاولنا ان نسجلوا ولكن ما كانش الحظ مع الفريق الوطني، ومن مور ذلك يعني بحال الضغط بقى غادي وكيزيد في المقابله. ويعني مؤخرا يعني في الشوط الثاني سي هشام حاول انه يزيد واحد يعني لاعب، يعني خرج الحارس باش يلعب حتى هو في الهجوم. هذاك يعني هذاك الاختيار مكننا باش نوصلوا لواحد الهدف، ولكن ما كانش كافي باش نقدروا نفوزوا ولا نتعادلوا في المقابله. وهذاك يعني ما نقدروش نحكموا عليه، هو اصلا باش نوصلوا لهذا المستوى هذا بالامكانيات اللي عندنا راه انجاز كبير. وهنيئا زعما للسيد دقيق والفريق ديالو. وانا بالنسبه لي ايجابيه اننا وصلنا المره الثانيه في هذا المستوى يعني في كاس العالم ديال الفوتسال. وبالنسبه زعما للمستقبل غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نركزوا على هذا الانجاز باش نبقاو نستمروا في المستوى ديالنا. كيف قلتي المره الثانيه، والمره الثانيه اللي كنخرجوا من المونديال على يد نفس الخصم اللي هو منتخب البرازيل. صح صح صح. الا تابعتي التصريحات ديال سي هشام دقيق البارح، قال بان المنتخب المغربي ادى احسن مباراه ليه في هذا المونديال هذا، لكن جزئيات وتفاصيل صغيره هي اللي خانتنا. من وجهه نظرك شنو هي الامور اللي افتقدها، ولا شنو هي الامور اللي خانت العناصر الوطنيه؟ كنظن ان كاين فقد شويه ديال الثقه في النفس، وفقد بعض التركيز في بعض الجزئيات ديال التقنيه. ومور ذلك زعما كنظن ان يعني ما كانش شي تكتيكيا ولا تقنيا شي فرق كبير ما بين الفريق البرازيلي والفريق المغربي. وشفنا ان الفريق البرازيلي احترمنا كخصم، ولكن حنا عطيناه الاحترام اكثر من الاكثر. يعني بالنسبه ليا كانت ناقصنا شويه ديال المسائل الذهنيه يعني النفسيه باش نقدروا زعما نتجاوزوا هذا الخصم هذا. نعم صح. الا بغيت نعرف تعليقك على يعني مسار المنتخب في المونديال، ماشي غير المباراه ديال البرازيل، منين بدينا؟ كان ممتاز يعني في المباراه جوج المباراه الاولين ولا في المقابله ديال ايران. اما المقابله ضد البرتغال، حنا عارفين البرتغال هو بطل العالم بطل اوروبا، يعني فايتنا في بزاف ديال الحوايج في المستوى ديال الفوتسال. اما من غير هذا الشيء بالاكراهات اللي كانوا بالاصابات والغيابات، يعني ما نقدروا نقولوا غير انجاز عظيم زعما هذا الشيء. الاصابات يعني تصابوا العناصر الاساسيه في التشكيله ديال المنتخب، وهذا شكل واحد الاكراه كبير للناخب الوطني. اكيد. والفوتسال ماشي بحال الفوت ديال 11، الفوت ديال 11 كيتبليساو لك جوج ولا ثلاثه كتقدر تبدلهم ما كتبانش على يعني الفريق ككل. اما فاش كيكونوا عندك ديجا 4 لي جوغ اللي في التيران والحارس، الا تبلساو لك جوج راه مشات لك نص الفرقه. والفوتسال كيركز على لي كومبينيزون تكنيك ما بين لي جوغ، يعني كيكونوا هما مولفين كيلعبوا بيناتهم، ولو فات باش مولفين كيلعبوا بيناتهم داكشي اللي كيمكنهم انهم يسيطروا ويماركيو اهداف. اما فاش كتبدا كل ساعه خصك تبدل الفرقه ديال جروب ديال 4، كيخصهم عاوتاني بحال يعاودوا من الزيرو، يعاودوا يفهموا كيفاش يحاولوا يلعبوا بيناتهم ويركزوا على لو جو ديالهم. حنا عندنا لو ستيل ديالنا دابا، حنا غاديين في هذا. انا باش اللي عجبني في هذا المونديال ان اكدنا لو ستيل ديالنا اللي هو ستيل بحال دابا مغربي كيركز على التمريرات يعني القصيره وعلى تقنيه عاليه. من بعد ناقصنا شويه ديال يعني التكوين البدني،
من واحد الناحيه يعني كنعرفوا ان زعما كانوا الاصابات وكان التعب حيت هذوك اللعابه اللي لعبوا المقابلات حيت فوت ديال فوتسال راه كيعي اكثر من الفوت الكبير حيت كيبقى بحال الباسكت يعني كتبقى غادي جاي غادي جاي يعني داكشي علاش كيديروا فيه لي شونجمون بزاف وهذا ولكن حنا كانت عندنا بحال قلتي فرقه ونص فرقه يعني كنبدلوا بلي ميم جوار دونك ما نقدروش نلومهم على هادشي اللي تعطى لينا وهنيئا لهم زعما في هذا الانجاز كبير ونتمناو ان شاء الله في المستقبل نبقاو غاديين على هذا الطريق هذه. سي بدر الا بغيت نسولك على لاننا الان نقدروا نقولوا ان المنتخب المغربي يحمل مشعل كره القدم داخل القاع على المستوى الافريقي. اكيد احنا ابطال افريقيا ولعدت مرات وعندنا زعما الحمد لله يعني لاعبه اللي في المستوى العالي وكنأكدوا على الوجود ديالنا في توب 8 زعما في العالم المره الثانيه دابا بقات حوايج صغار باش نقدروا نوصلوا لذاك المربع الاخير ونقدروا ان شاء الله باش نفوزوا على الكاس في يوم من الايام ان شاء الله. دابا هو سؤالي مادام ان احنا تالقنا على المستوى الافريقي ماذا ينقصنا اننا نكونوا في مستوى اكبر ونكون ماشي غير نشاركوا يعني ننافسوا على الالقاب على المستوى العالمي اش خصنا نديروا مثلا؟ اكيد يعني اول شيء يعني باش تقدر تفوز بلقب خاص تكون عندك منافسه قويه في البلاد ديالك. حنا يلاه يعني الجامعه اسست على الانديه باش يكونوا يعني بطوله ديال الفوتسال يعني على الصعيد الوطني وكنظن ان هذه هي المرحله الاولى باش نقدروا زعما يكونوا عندنا نيفو كبير يعني في المستوى ديال الفوتسال داخل الوطن ومن بعد ذلك شويه بشويه غادي نقدروا بحال دابا يكون عندنا فريق وطني غيكون اقوى حيت ما حدك كتكثر المنافسه. حنا اليوم عارفين ان قنيطره هي العاصمه ديال الفوتسال في المغرب وانجاز كبير اللي دارته زعما مدينه قنيطره بهذا الاطار هذا ولكن من بعد كنتمناو انا حتى مدن كبار بحال الدار البيضاء بحال طنجه بحال الرباط بحال مراكش حتى هما يعطيو مستوى عالي وان شاء الله شويه بشويه كنظن ان غادي نمشيو في هذا الاطار. هذا الشيء كيعطينا الثقه وكيعطينا الطموح وكنظن ان فاش الجامعه خذت زعما هذا الملف هذا بالاعتبار وعارفه بان الفوتسال عنده المستقبل وعنده مستقبل كبير ان شاء الله في المغرب. اذا طلبت منك كلمه اخيره سي بدر على توجه للمنتخب الوطني وكيف قلتي والكل يجمع على ان المنتخب ديالنا خرج من الباب الكبير بعد الاداء المشرف اللي قدموه في المونديال شنو تقدر تقول لي؟ كنقول بان كنهني زعما الفريق وكنهني السيد دكيك بالانجاز الكبير وكنقول حاجه اخرى ان احنا كمغاربه ولفنا نوصلوا دابا في كاع لي كاتيجوري في الكره للمستوى اللي عالي الحمد لله وكنتمناو ان هذه الاستراتيجيه تبقى مستمره ومازال كاين يعني حوايج اخرين جايين في الكره لا ديال ال11 ولا ديال يعني في الفوتسال ولا يعني منافسات اخرى وكنقول ان غاديين في الطريق الجيد ان شاء الله. اكيد وكل التوفيق لمنتخباتنا الوطنيه والكره المغربيه بصفه عامه. امين امين. سي بدر شكرا لك على الحضور ديالك معنا. شكرا بارك الله فيك. شكرا لتلبيه الدعوه. شكرا نهاد شكرا بزاف شكرا مشاهدينا الكرام. شكرا لك سي بدر. وبهنا كنوصل لنهايه الحلقه شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه الى اللقاء.